اشتباكات بين الجيش السوري والفصائل المسلحة على مشارف الكلية الحربية قرب حمص وغارات على الريف الشمالي. الجيش السوري يعلن إعادة الانتشار خارج درعا والسويداء وإقامة طوق دفاعي وأمني. الجيش الإسرائيلي يعلن نشر قوات إضافية في هضبة الجولان قرب الحدود السورية للدفاع والاستعداد. بكم. أفاد مراسل الحدث بأن الاشتباكات بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة تدور على مشارف الكلية الحربية في حمص بالتزامن مع غارات جوية عنيفة على محيط الرسن بريف حمص واستهدافات مدفعية مركزة ينفذها الجيش ضد مواقع المجموعات المسلحة على طول المنطقة بريف حمص الشمالي. وفي حين أفاد المرصد السوري أن قوات الجيش انسحبت من مدينة حمص نحو طريق حمص طرطوس الدولي، نفى مصدر عسكري سوري الأنباء الواردة عن انسحاب الجيش من حمص وأكد أن دمشق أرسلت تعزيزات ضخمة إليها. وزارة الدفاع السورية أعلنت في السياق القضاء على العشرات ممن وصفتهم بالإرهابيين في ريف حمص الشمالي الشرقي. قديش؟ 19 65. 19 65. وقد وصلت هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة تقدمها وأعلنت أنها باتت على مشارف مدينة حمص وأنها تستعد لاقتحام المدينة بإطلاق سرب من الطائرات المسيرة، بينما تتصدى القوات الحكومية له بحسب مصادر الحدث. الله أكبر. وقد أفاد بيان صادر عن القيادة العامة للجيش السوري أن القوات العاملة في الدرع والسويداء بدأت بإعادة انتشار وتموضع وإقامة طوق دفاعي وأمني بعد أن هاجم من وصفهم البيان بالعناصر الإرهابية حواجز ونقاط الجيش المتباعدة. أضاف البيان أن الجيش سيواجه ما وصفه بالإرهاب بكل حزم وقوة. في المقابل أعلنت غرفة عمليات الجنوب التي تضم فصائل مسلحة محلية فرض حظر تجوال في درعا حتى استكمال عمليات السيطرة، وذلك بعد أن أطلقت الجمعة عملية سيطرت خلالها على عدد من المدن والبلدات والقرى تزامنا مع انسحاب القوات الحكومية، حيث أحكمت الفصائل المسلحة سيطرتها على مدن أنخل ونوى والحراك والطفص وحواجز ونقاط أيضا عسكرية في درعا المدينة ومقر اللواء 52 بريف درعا الشرقي والذي يعد ثاني أكبر لواء عسكري في الجيش السوري. أعلن مقاتلي غرفة عمليات الجنوب كذلك أنهم تمكنوا من تأمين معبر نصيب جابر الحدودي مع الأردن بعد السيطرة عليها. هذا وذكرت مصادر في غرفة عمليات الجنوب أنها سيطرت على مدينة درعا بعد أن توصلت إلى اتفاق مع الجيش السوري لضمان انسحاب منظم لجنوده. أشارت المصادر إلى منح كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين في الجيش السوري العاملين في المدينة ممرا آمنا إلى دمشق. الله أكبر، العزة الله، كتيبة جدية.
غرفة عمليات الجنوب. تم تحرير كتيبة جدية بالكامل. الله أكبر العز لله. غرفة عمليات الجنوب. قوات سوريا الديمقراطية أعلنت نشر مقاتليها في دير الزور ومناطق غرب الفرات. أكدت قصد أن الهدف من تحركها في السيطرة على دير الزور هو لحماية أمن مناطقها من التمدد التركي وعودة نشاط داعش. أفاد مراسل الحدث كذلك بأن قصد سيطرت على مدينتي البوكمال والميادين قرب الحدود مع العراق وأحكمت سيطرتها على المنفذ الحدودي بعد انسحاب قوات الجيش السوري، كما بدأ بالانتشار في المربعات الأمنية السورية في مدينتي الحسكة والقامشلي. كما أفاد مراسل الحدث بوجود مباحثات بين قصد والحكومة العراقية لإعادة فتح معبر البوكمال. أفادت مصادر الحدث بوقوع اشتباكات عنيفة جرت الليلة بين جيش سوريا الحرة وميليشيات موالية لإيران في محيط المنطقة 55 بالتنف. مصادر الحدث ذكرت أن جيش سوريا الحرة يسيطر على مناطق استراتيجية في البادية ويستولي على أسلحة للميليشيات الإيرانية، وبات يسيطر على جبل الغراب الاستراتيجي في البادية والذي يعد نقطة مهمة لميليشيات إيران للعبور بين العراق وسوريا. الله أكبر وعزة لله. تم اغتنام الدبابة. الله أكبر ومدفع سباق. الله أكبر وعزة لله. الله أكبر ومدفع. الله أكبر وعزة لله. تم اغتنام الدبابة. الله أكبر ومدفع سباق. الله أكبر وعزة لله. الله أكبر ومدفع. الله أكبر وعزة لله. تم اغتنام الدبابة. الله أكبر ومدفع سباق. الله أكبر وعزة لله. الله أكبر ومدفع. الله أكبر. خروج المساجين من سجن دير الزور. الله أكبر. الله أكبر والعزة لله. الله أكبر والعزة لله. خروج المساجين من سجن دير الزور. الله أكبر. الله أكبر والعزة لله. الله أكبر والعزة لله. من مدينة كوفنتري البريطانية ينضم إلينا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أهلا بك معنا. إذا أبدأ معك من خريطة الاشتباكات، سواء الاشتباكات بين الجيش السوري والفصائل المسلحة في عدة مناطق ومدن أو الاشتباكات بين الجيش السوري الحر وميليشيات موالية لإيران. نعم صباح الخير. نبدأ من آخر شيء. جيش سوريا الحرة هو جيش موجود في منطقة 55 في قاعة التلاف، وهو مدرب ومدعوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. الاشتباكات هي عند أطراف المنطقة 55
التي انسحبت منها الميليشيات الإيرانية الغير سورية وتركت السوريين. سابقا عندما نتحدث عن حرب لبنان كنا نتحدث بأنهم انسحبوا من تلك المناطق وتركوا السوريين في هذه المناطق. هؤلاء يعني لم يعد لديهم وجود، لا نعلم أين اختفوا حقيقة الأمر. تقدمت في نقاط في البادية، كل ما يدور هو مدروس بشكل كامل، يعني التقدم من من 55 باتجاه البادية السورية والسيطرة على النقاط في البادية السورية، تقدم قوات سوريا الديمقراطية والسيطرة على طريق طهران بيروت عبر السيطرة على المكمان مرتبط بهذه العملية، لأن مجرد تقدم جيش سوريا الحرة والتقائه مع عناصر قوات سوريا الديمقراطية تكون منطقة شرق سوريا بكاملها هي يعني لا يوجد فيها لا قوات نظام ولا يوجد فيها ميليشيات إيرانية بشكل كامل، وامتداد هذه المنطقة يتجه باتجاه محافظة السويداء في قوس يصل إلى درعا ومن ثم إلى القنيطرة التي هي الآن يعني فقط المدينة مدينة البعث يوجد فيها قوات نظام، أي أن المعارك جميعها مرتبطة داخل التراب السوري. نعود إلى حمص، وتلك المنطقة هي في ريف حمص في البادية السورية تابعة لمحافظة حمص. إلى حمص، حمص الاشتباكات أو الكلية الحربية والدار الكبيرة القصف ورميات متبادلة، هناك مسافة نحو كيلو ونصف أو أقل من كيلو ونصف رميات متبادلة تخرق طريق حمص مصياف قرب الكلية الحربية وقرب الدار الكبيرة. كان هناك غارات على الدار الكبيرة، غارات روسية، روسيا لا تزال تشارك بهذه المعركة. كان قصف هناك مدفعي وصاروخي على تلبيسة، وكان هناك غارة روسية على الرستر. لكن في داخل مدينة حمص، وأنا أقول في داخل مدينة حمص، قوات جيش نظامي، وهذا صباحا قبل قليل وأنا يعني كنت أنتصر على الحدث، كان هناك جولة لنشطاء المرصد داخل مدينة حمص، قوات عسكرية جيش نظامي لا يوجد من يتواجد في داخل حمص، الشرطة المدنية وميليشيات محلية دفاع وطني ميليشيات أخرى بسلاحها موجودة في تلك المنطقة. في ريف حمص الشمالي، خط الريف حمص الشمالي تلبيسة والرستم هي مع الهيئة والفصائل العاملة معها، لكن في يمين الخط أو شرق الطريق هذا هناك قرى لا تزال هي مع النظام، يوجد فيها مواطنون من الطائفة الشيعية من العلويين، وأيضا يوجد حتى الانسحاب الذي كان أمس من ضباط وعناصر من الفرقة 26 من تير معلي. طيب أستاذ رامي، نحن بالأمس يعني نبقى معك في موضوع حمص وما يحدث داخل حمص وفي محيطها أيضا. بالأمس نحن كنا تابعنا هذا التقدم السريع باتجاه حمص، كانت القوات المعارضة المسلحة قريبة للغاية، اقتربت عدة كيلومترات فقط من مدينة حمص وبسرعة. لماذا تأخر دخولها؟ هي دخلت مدن كبرى بشكل أسرع واقتربت حتى من حمص بشكل سريع، ولكن حتى الآن لم تدخل حمص، على الرغم من أنك قلت منذ قليل بأنه لا يوجد أي تواجد داخل المدينة للجيش السوري داخل المدينة. ولكن ماذا عن محيط المدينة؟ محيط المدينة هناك ترسانات من السلاح، فرق عسكرية موجودة، عتاد موجود، عناصر موجودين، كل القوات اللي انسحبت أين انسحبت؟ انسحبت إلى حمص وانسحبت إلى دمشق، أي أن حمص هي معركة المصير. لذلك أقول بأن لا أعتقد بأن معركة حمص ستكون مثل معركة حلب الانسحابات التي كنا نشاهدها. هذه المعركة حشدت فيها روسيا وحشد فيها النظام كل ما يملك من قوة، لأن بالسيطرة على حمص النظام انتهى بشكل كامل. ماذا تعمل بدمشق وتريد الاتصال مع الساحل السوري وحمص ليست تحت سيطرتك؟ لذلك أقول حمص هي مصيرية لمن يتقدم من الفصائل المقاتلة الهيئة وغيرها ولأبناء حمص، وحمص أيضا مصيرية هي بالنسبة للنظام، فرق عسكرية كاملة موجودة في محيط حمص. هل سيتخلى النظام عن حمص؟ تخلى النظام عن حمص معناته أنه يتخلى عن حكم سوريا بشكل كامل ويتخلى عن دمشق. بمجرد أن نقول حمص سقطت معنى ذلك أن النظام سقط بشكل مؤكد. أنت قلت منذ قليل بأن هناك غارات روسية على تلبيزة وعلى الرستن أيضا، هذه الغارات هل تقارن بغارات روسيا سابقا حينما تريد أن تعزز مواقع الجيش السوري في منطقة ما وتريد أن تدفع الفصائل بالخروج من هذه الأماكن، أم هي فقط تسجيل لموقف؟
هي موجودة، الغارات الروسية موجودة، لكن القوة النارية الموجودة أيضا المدفعية والصاروخية هي موجودة أيضا في تلك المنطقة. لذلك نقول بأن تلبيسة أحرقت أمس من القصف المكثف من قبل الصواريخ والبراميل المتفجرة والغارات. لذلك أقول بأن اليوم الغارات كانت على الدار الكبيرة عفوا وعلى الروستر وليس تلبيسة. تلبيسة قصف مدفعي وصاروخي. روسيا إلى الآن الواضح بأنها لن تتخلى عن حمص. بمجرد توقف الغارات الروسية يعني الأمر انتهى، حتى لو أرادت هذه المجموعات أن تقاتل أو مجموعات قوات النظام الموجودة بفرق عسكرية كبيرة موجودة في محيط حمص. معركة حمص أقول لك بصراحة هي معركة المصير وليست فقط من المعارك. معركة حمص بمجرد السيطرة على حمص انتهى كل شيء، انتهى كل شيء قولا وفعلا، لأن لم يبقى إلا دمشق وحمص والساحل السوري كمدن تحت مدن يعني محافظات تحت سيطرة النظام. حمص هي عاصمة محافظة حمص، دمشق هي عاصمة محافظة دمشق، يوجد ريف دمشق أيضا، الساحل السوري. الساحل السوري أعتقد بأن من الصعب جدا أن تسيطر عليها اتحاد الشام بسبب التكوينة الطائفية لهذه المنطقة. نذهب إذن إلى درعا والسويداء، والجيش السوري كان قد أعلن بأنه أعاد الانتشار خارج درعا والسويداء وأقام طوق دفاعي وأمني. لا، هذه مصطلحات عسكرية. الواقع بأن درعا بشكل شبه كامل باستثناء الصرمين، ولا نعلم مصير الصرمين بعد قليل، هي تحت سيطرة الفصائل المسلحة التي سيطرت على درعا. السويداء باستثناء فرع المخابرات العسكرية ومطار السعلة هي تحت سيطرة أيضا المقاتلين المحليين. أي السيطرة في درعا والسويداء والمحافظة القنيطرة هي سيطرة شبه كاملة للمقاتلين المحليين. أي الجنوب السوري الآن هو خارج سيطرة النظام بشكل شبه كامل، لم يبقى إلا الانسحاب من بعض النقاط التي تجمع قواته وانسحب منها من درعا والسويداء والقنيطرة. شكرا جزيلا لك من مدينة كوفنتري البريطانية رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا. من دمشق تنضم إلينا الصحفية صفاء مكنا. صفاء أهلا بك. طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال بها. قال الجيش الإسرائيلي أنه نشر قوات إضافية في هضبة الجولان قرب الحدود السورية لتعزيز الدفاع في المنطقة والاستعداد لسيناريوهات مختلفة. يا زلمة طلع عليكم. طلع عليكم عادي. وانت لو صار اسمك ثلاثة قرار. طلع عليكم. عادي. وانت لو صار اسمك ثلاثة قرار. خلص ضمني. طلع عليكم. عادي. وانت لو صار اسمك ثلاثة قرار. خلص ضمني. الله أكبر وعزة لله، تم اغتنام الدبابة. الله أكبر. ومدفع 57. الله أكبر وعزة لله، تم اغتنام الدبابة. الله أكبر. ومدفع 57. الله أكبر.
الله أكبر وعزة بالله تم اغتنام دفابة الله أكبر ومدفع الله أكبر وعزة بالله الله أكبر وعزة بالله. إلى ذلك أفادت مصادر الحدث بأن الجيش السوري بدأ بسحب مجموعاته من مدينة البعث في القنيطرة والتوجه نحو العاصمة السورية دمشق. في غضون ذلك أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عقب تقييم للوضع الأمني في سوريا مع رئيس الأركان تعليماته للجيش الإسرائيلي بالحفاظ على مستوى عال من الاستعداد ومواصلة مراقبة التطورات. قال إن الجيش الإسرائيلي مستعد لأي سيناريو وهو مصمم على حماية الإسرائيليين والمصالح الأمنية في جميع الأوقات. كما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن الجيش لن يسمح بتهديد سيادة إسرائيل أو أمنها، مشددا على مواصلة العمل بحزم للحفاظ على الاستقرار والأمن. هذا وكان مصدر سياسي إسرائيلي قال إن معركة حمص مفصلية لإسرائيل في حرب سوريا، مؤكدا أن إسرائيل ستقيم منطقة عازلة بالداخل السوري في الجولان حال سقطت حمص. وقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إيران بدأت في إجلاء قادتها العسكريين وموظفيها من سوريا يوم الجمعة، وذلك نقلا عن مسؤولين إقليميين وإيرانيين من بين الذين تم إجلائهم إلى العراق ولبنان. وفق الصحيفة الأمريكية قادة كبار في فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري، كما تم إجلاء أفراد من الحرس الثوري وبعض موظفي السفارة الإيرانية وعائلاتهم، بالإضافة إلى مدنيين إيرانيين. جزء من عملية الإجلاء يجرى بواسطة الطائرات إلى طهران، بينما يغادر آخرون عبر ما تبقى من طرق برية إلى لبنان والعراق وميناء اللاذقية السوري، حسب ما ذكرت نيويورك تايمز. لفتت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأمريكيين تفاجأوا من التقدم الذي أحرزتها المعارضة السورية المسلحة. الصحيفة نقلت أيضا عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن دمشق قد تتعرض للتهديد قريبا، لكن وكالة مهر للأنباء نقلت عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية نفيه الأنباء والأخبار التي ذكرت أن طهران أخلت سفارتها في العاصمة السورية دمشق. وقيادة العقيد باسل إدريس أبو محمد 77. تجمع كتائب ثوار مدينة القصير متجهين إلى حمص إن شاء الله. من دمشق تنضم إلينا الصحفية صفاء مكنا. صفاء أهلا بك، أبدأ معك دائما من آخر التطورات الميدانية لديك. نعم، حاليا الجبهة الأبرز هي جبهة ريف حمص الشمالي، حيث تقول المعطيات الميدانية بأن هناك تكثيف للضربات السورية والروسية على مواقع وتحركات الفصائل المسلحة في ريف حمص الشمالي. وكان مصدر عسكري سوري تابع لوزارة الدفاع السورية تحدث عن استخدام المدفعية والصواريخ ضد أماكن وجود وخطوط إمداد المسلحين، وعن تحليق إذن للطيران الحربي السوري الروسي. صباحا كان يتم الحديث عن اشتباكات بين قوات الجيش السوري المنتشرة في محيط مدينة حمص وأيضا على التخوم ريف الشمالي، وجرت أيضا اشتباكات متقطعة خلال ليلة أمس. إذن المعركة في حمص مشتعلة. من جهة ثانية كانت يعني قوات الجيش عملت على إعادة انتشار وتموضع في جنوب البلاد في درعا والسويداء، وأشار بيان عسكري
العسكري عن أن بعد مهاجمة يعني حواجز ونقاط الجيش المتباعدة في جنوب البلاد بهدف إشغال القوات، وكانت بدأت باستعادة زمام المبادرة القوات الجيش السوري في حمص وحماة، عملت هذه إذن الفصائل على مهاجمة قوات الجيش السوري في هذه المنطقة. وأكد الجيش السوري على أن القوات المسلحة تتعامل مع مجريات الأحداث انطلاقا من حرصها على أمن الوطن والمواطنين بحسب المصدر. طبعا درعا هي تخضع لاتفاق تسوية مع الجيش السوري منذ العام 2018، وفيها فصائل مسلحة يعني لا تدين بالولاء لدمشق كثيرا، ولكن كان هناك يعني اتفاق تسوية بين هذه الفصائل وقوات الجيش السوري برعاية روسية. السويداء كانت شهدت خلال العام الماضي تظاهرات يعني في مناطق مختلفة. صحيح. من المحافظة. صفاء، فيما يتعلق بدمشق وأي إجراءات تتخذ الآن داخل العاصمة السورية، وأيضا في ظل الحديث عن انسحاب للجيش السوري من عدة مناطق وتوجهه إلى تخوم دمشق إذا صح التعبير؟ نعم، يمكن الحديث عن البيانات التي تصدر من عدة دول يعني هنا عن الوضع في دمشق. منذ يوم أمس بدأت الدول تدعو يعني رعاياها لمغادرة الأراضي السورية كالصين. روسيا قالت إن السفارة والقنصلية مستمرة بالعمل، لكن قالت إن بعض الشركات التجارية لا تزال يعني هناك فرصة للسفر على متن هذه الشركات، هكذا كان البيان الروسي. إيران نفت، السفارة الإيرانية نفت أن تكون طلبت من بعثتها الدبلوماسية مغادرة دمشق، بالإضافة إلى مجموعة من الدول العربية كالأردن والعراق. هذا ما يمكن الحديث عنه على الصعيد السياسي اليوم. لا تصريح سياسي، بانتظار ما ستفضي إليه مجريات اجتماع أستانا في الدوحة. كان وزير الخارجية السوري بسام صباغ يوم أمس في بغداد قال إن أمن سوريا يهدد أمن هذه المنطقة، وقال إن الهجمات أو الجهات التي تقف وراء هذا الهجوم الذي تتعرض له البلاد ينتهك قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب واتفاقات أستانا. شكرا جزيلا الصحفية صفاء مكنا، كنت معنا من دمشق. مصادر أمنية لبنانية أكدت للحدث دوت نت أن حزب الله أرسل في اليومين الماضيين نحو 3000 عنصر إلى محافظتي دمشق وحمص في سوريا. أفادت معلومات الحدث دوت نت بأن الحزب جمع تلك العناصر من جنوب لبنان والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية رغم الخسائر التي تكبدها في الحرب مع إسرائيل. كما أوضحت أن المئات من عناصر الحزب ما زالوا في مواقعهم جنوب نهر الليطاني، ويهدف الحزب من خلال خطوته تلك إلى تأمين حماية طريق حمص دمشق وخط الساحل لمنع سيطرة قوات إدارة العمليات العسكرية عليها. هذا وكشفت مصادر الحدث دوت نت أن كوادر عسكرية من الحزب توجهت إلى منطقة القصير التي تبعد نحو 15 كيلومترا عن الحدود اللبنانية وتشكل القاعدة العسكرية الخلفية للحزب، حيث يوجد لديه مستودعات عسكرية ومنصات صواريخ بعيدة المدى. مع استمرار تقدم الفصائل المسلحة تجاه الجنوب، هناك صعوبات قد تواجه هذه الفصائل للسيطرة على القصير. هي من البلدات الكبيرة في محافظة حمص، تتبع لها أكثر من 80 قرية وبلدة، كما تبعد عن العاصمة دمشق حوالي 114 كيلومترا.
وهي بلدة استراتيجية بالنسبة للحكومة السورية وتمثل صلة الوصل مع الساحل الغربي للبلاد، وهي قريبة من ميناء طرطوس على البحر المتوسط الذي يعد بوابة للمنطقة الساحلية الجبلية غرب البلاد. وفي حال استطاعت الفصائل وهيئة تحرير الشام الوصول إلى مركز حمص أو إلى مركز المحافظة فستكون اقتربت من العاصمة دمشق، لكن وجود عناصر حزب الله بالمدينة قد يشكل صعوبات كبيرة أمام مقاتلي الفصائل المسلحة، إذ سيطرت على القصير القوات الحكومية السورية في العام 2013 بدعم رئيسي من حزب الله اللبناني. وفي الأثناء أكد الأمن العام اللبناني إغلاق المعابر الحدودية البرية والإبقاء فقط على معبر المصنع الحدودي مع سوريا مفتوحا للسماح بدخول اللبنانيين والسوريين الحاملين لإقامات اللبنانية. أوضح مصدر أمني لبناني رسمي للحدث نت أن الهدف من هذه الإجراءات من الجانب اللبناني هو حماية البلد نتيجة التطورات الأخيرة في سوريا. وتوقع المتحدث أنه في حال تدهورت الأوضاع في سوريا أكثر وسقطت حمص بأيدي الفصائل المسلحة سيصبح التهديد منصبا على دمشق. قال البيت الأبيض للحدث إن رفض الرئيس السوري بشار الأسد للمشاركة في العملية السياسية واعتمادي على روسيا وإيران خلق الظروف الحالية، معتبرا أن انهيار خطوط الجيش في شمال غرب سوريا هو نتيجة عدم تطبيق قرارات مجلس الأمن. البيت الأبيض وإذ شدد على ضرورة خفض التصعيد وحماية المدنيين والأقليات عبر عملية سياسية جادة وموثوقة يمكن أن تنهي الحرب إلى الأبد، أكد للحدث مواصلة حماية أفراد الجيش الأمريكي في سوريا، موضحا أن الرئيس الحالي جو بايدن كان واضحا حين أشار إلى أن الوجود الأمريكي ضروري لضمان عدم عودة داعش. نراقب عن كثب الأوضاع في سوريا ونحن على تواصل مستمر مع دول المنطقة، وقد أصدر مجلس الأمن القومي تصريحات الأسبوع الماضي إن رفض الأسد للانخراط في مسار سياسي بموجب القرار الأممي 2254 واعتماده على روسيا وإيران الذي خلق الأوضاع التي تتكشف الآن بما في ذلك انهيار خطوطه في شمال شرق سوريا. ومن هنا تحث الولايات المتحدة وشركاؤها وحلفاؤها على خفض التصعيد وحماية المدنيين والأقليات ضمن عملية سياسية جدية وموثوقة يمكنها أن تنهي الحرب الأهلية مرة واحدة وللأبد ضمن تسوية سياسية متوافقة مع القرار الأممي 2254. ونحن سنستمر بحماية القوات الأمريكية، وقد كان الرئيس واضحا دائما بهذا الصدد. وبالتأكيد فإن القوات الأمريكية تبقى أولوية للتأكد من عدم عودة داعش إلى سوريا. سياسيا تنطلق في العاصمة القطرية الدوحة اليوم اجتماعات مسار أستانا بمشاركة وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران. وعلى مدار يومين سبق اجتماعات الدوحة اجتماع ثلاثي جمع كل من العراق وسوريا وإيران. أكد خلاله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه من غير الممكن التنبؤ بمصير الرئيس السوري بشار الأسد بعد التطورات الأخيرة، محذرا من اندلاع حرب أهلية في سوريا ومخاطر تصعيد إقليمي جديد وفق ما نقل إعلام عراقي عن الوزير. كان غموض سيطر على قدرة الأطراف على عقد لقاء أستانا على خلفية تصاعد الخلافات الإيرانية التركية حيال آليات التعامل مع العملية العسكرية الواسعة للفصائل السورية المسلحة.
وكالة بلومبرغ نقلت عن مصدر مقرب من الرئاسة الروسية قوله إن لا خطة لدى موسكو لإنقاذ حكومة الرئيس السوري بشار الأسد. أضاف بلومبرغ عن المصدر أن موسكو لن تقدم على خطة لإنقاذ الأسد طالما يواصل الجيش السوري الانسحاب من مواقعه في مناطق عدة، كما دعت روسيا رعاياها المتبقين في سوريا لمغادرتها على متن الرحلات التجارية. كما قال مصدر دبلوماسي روسي إن روسيا لن تتدخل عسكريا بشكل واسع في سوريا رغم التطورات المتسارعة، مضيفا في حديث إلى الشرق الأوسط أنه لا خطوط حمراء لدى روسيا، كما أنه يتوقع أن تسيطر الفصائل على حمص وتتقدم نحو دمشق. وأعرب الدبلوماسي عن أمله في أن تسفر المحادثات النشطة التي تجريها روسيا مع الطرفين التركي والإيراني عن التوصل إلى توافقات تطلق مسار تسوية سياسية تحفظ وحدة أراضي سوريا وسيادتها وتمنع انزلاق الموقف نحو حرب أهلية واسعة. من إسطنبول ينضم إلينا المحلل السياسي التركي مصطفى أوزجان، ومن موسكو ينضم إلينا الدبلوماسي الروسي السابق فيسلاف ماتازوف، ومن طهران ينضم إلينا مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صادقيان. أهلا بكم جميعا ضيوفي الكرام، وأبدأ معك دكتور صادقيان فيما يتعلق باجتماعات أستانا. اجتماعات أستانا هذه تأتي بعد 20 جلسة من محادثات أستانا، لم تفلح حقيقة في تحقيق اختراق في هذا الملف المعقد، ملف سوريا. حينما يجتمع نفس الأطراف اليوم، أطراف أستانا في الدوحة، حقيقة ما الهدف من وراء هذا الاجتماع، اجتماعات أستانا اليوم؟ هل يتم بحث مصير الأسد أم يتم بحث مرحلة ما بعد الأسد؟ تحية لك ضحى وإلى ضيوفك والمشاهدين. أنا أعتقد بأن مسار أستانا حقق شيئا ما عندما خفض حدة التوترات في بعض المناطق السورية، وبالتالي هو كان يأمل في نهاية المطاف في هذاك المسار أن يجد حلا سياسيا لهذه الأزمة وليس حلا عسكريا، وأثبت ذلك عندما التقى عدد من الفصائل حتى المسلحة والمصنفة إرهابية والتقى فيها في كازاخستان. وبالتالي هو كان يسير بهذا الاتجاه، باتجاه مع مسار جنيف، في مسار تغيير بنود دستور، الاستفتاء، الانتخابات وما شكل ذلك. لكن أحداث 7 أكتوبر ربما أثرت كثيرا على هذا المسار، الآن جعله عديم الطعم واللون والرائحة. الإيرانيون يعتقدون بأن هذا المسار يمكن تفعيله بإعادة صياغته مع أخذ الواقع والميدان بنظر الاعتبار، من أجل العمل بناء على الظروف الجديدة والأجواء الجديدة التي تمر بها سوريا والمنطقة، من أجل التوصل إلى حل سياسي، وأؤكد على السياسي، لأن هذا المسار والإيرانيون تحديدا يفضلون المسار السياسي من أجل التوصل إلى حل لهذه الأزمة. الآن هل إن هذا المسار فيه عملية التفكير أو الحديث عن تغيير الرئيس السوري من عدمه؟ هذا يعتمد على تطورات الأحداث، الأفكار التي تطرح في اجتماع اليوم بين روسيا وإيران وتركيا. يعني تقول أنه وارد مطروح النقاش حول هذه النقطة. هذا
هذا الواقع ضحى موجود، يعني أكو هناك تطورات كثيرة في سوريا. وبالتالي أنا قلت بأن هناك مسار أستانا القديم هو كان يأمل أن يجد حلا للأزمة السورية. كيف يجد حل للأزمة السورية؟ من خلال المشاركة السياسية، مشاركة المعارضة السياسية والمسلحة في هذا المسار. وبالتالي كل الاحتمالات مطروحة الآن على الطاولة، كيف يمكن أن نتعامل، ما هو رأي الحكومة السورية. يجب علينا أن نذكر بأن عباس عراقشي وزير الخارجية الإيراني كان قد بحث مع وزير الخارجية السوري في بغداد يوم أمس التطورات والظروف، وحتما هو نقل وجهة نظر الحكومة السورية، حكومة الرئيس بشار الأسد. وأنا أعتقد بأن نتائج ما خلص إليه اجتماع بغداد نقل إلى بواسطة عباس عراقشي إلى الاجتماع الثلاثي الروسي الإيراني التركي من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية. لأن إبقاء هذا الحل فارغا ومليئا بالفراغ معنى ذلك بأن الآخرين سوف يأتون ويملوا هذا الفراغ على مقاساتهم، وأنا لا أعتقد بأن ذلك يصب بمصلحة المستقبل السياسي لسوريا. غريب أنك تتحدث عن الفراغ دكتور صادقيان، وإيران انسحبت، يعني سحبت الكثير من عناصرها من سوريا. هل تريد لطرف آخر أن يملأ هذا الفراغ؟ هي تتسبب الآن في هذا الفراغ الذي تشير إليه. لا، هذا هو الواقع الذي يكون الآن. هذه المجموعات المسلحة سيطرت على حلب، على حما، ربما تسقط حمص، درعا، سويداء، الرقة. هذا هو الواقع الموجود في سوريا الآن. ولكن البعض يعني قد يتساءل دكتور صادقيان، ما فائدة الحليف حينما ينسحب في وقت أزمة كهذه؟ الإيرانيون لم ينسحبوا لا من دعم الرئيس بشار الأسد ولا من سوريا، لكن هذا هو الواقع. يعني عندما تأمر القيادة المسلحة السورية بسحب الجيش أو إعادة تموضع الجيش السوري من حلب، من حمص، من حماد، هذه قيادة الجيش. وبالتالي عندما تكون قيادة الجيش بهذا الشكل، الإيرانيين أيضا هم دخلوا سوريا بطلب من الحكومة السورية، وبالتالي هم يعني ينسقون مع الحكومة السورية. لكني أعتقد ضحى، غريب أنه موقف يختلف، يعني موقف إيران يختلف عن موقف حزب الله مثلا الذي دفع بما سماهم المشرفين. هو لم يقل طالما الجيش السوري انسحب أنا كمان لا أذهب انسحب، لكنه ذهب. لي أقول بأن الموقف الإيراني أنا أعتقد بأنه يعتمد بشكل كبير على نتائج اجتماع الدوحة، اجتماع روسيا، إيران وتركيا، لأن هذه الدول الثلاث هي دول منخرطة في كثير من المفاصل في سوريا منذ أكثر من 10 سنوات. وبالتالي إيران لا تريد أن تقدم على أي عمل عسكري لوحدها، تعمل سياسيا من أجل إنضاج رأي إقليمي، وتحديدا بين روسيا وإيران وتركيا، من أجل التعامل مع الواقع ومع ما يحدث في سوريا حاليا. نعم، أذهب لضيفي فاسلاف ماتزوف من موسكو، وأسف أعتذر للتأخر عليكما ضيفي من موسكو ومن إسطنبول أيضا. فيما يتعلق بروسيا، هل بدأت روسيا تقتنع بفكرة التخلي أيضا عن بشار الأسد بهذا التغليف؟ يعني أنه مصدر مقرب من الكرملين يقول أنه لا خطة لدى موسكو لإنقاذ الأسد طالما الجيش السوري ينسحب من بعض المناطق. طبعا تطورات على ساحة القتال سريعة جدا، وطبعا لازم نتابع كل التحركات. ولكن من المبدأ، من الأساس، روسيا لا تتخلى عن دعمها الدائم وبكل الإمكانيات متوفرة لحكومة سورية، للجيش العربي السوري. ولكن أنا شخصيا لا أثق أن يستطيع أطراف الثلاثة في دوحة أن يتوصلوا إلى حل سياسي أو يوجدوا أي نوع من الحل السياسي. لماذا؟ لأنه نحن نواجه خطة معينة،
خطة العسكرية التي تستفيد من أوضاع في غزة، أوضاع في لبنان، أوضاع في أوكرانيا، أوضاع في 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 الشرق الأوسط بشكل عام، ونستخدم وأوضاع في داخل الولايات المتحدة، انتخابات بين بايدن وترامب. يعني كل هذه العوامل تؤثر على مجرى أحداث في الشرق الأوسط بشكل عام وبسوريا. ولهذا أنا سألت في البداية يعني ضيفي صادقيان، وأسألك نفس السؤال عن الهدف من وراء اجتماع السنة في الدوحة اليوم، وإذا كان فعلا يناقش نفس المواضيع، مناطق خفض التصعيد، التوتر، أو أنه يناقش ترتيب أوراق لمرحلة ما بعد الأسد. أنا لا أصدق أن سوف يناقش أي أوراق، لأن الآن ورقة واحدة برأيي أنا لازم أن يكون على طاولة لثلاثة دول: تركيا، إيران وروسيا. كيف يرد على تحدي في ظروف عندما دول مهمة في سوريا، حلب، حمص، حما، والآن سويدة، في اليد القوى متطرفة، قوى الإرهابية مسجلة في بقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة. كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ تقول أنه يجب على هذه الدول الثلاث الضامنة في أستانا، وهي تركيا، روسيا وإيران، أن تناقش كيف تواجه هذه القوى. كيف يمكن ذلك وهناك تركيا التي تنظر، يعني تتجه لها الأنظار بأنها هي من حركت هذه الفصائل؟ وأكثر من هذا، تركيا هي في الأساس، وين دور تركيا؟ دور تركيا في أطار خطة حلف الشمال الأطلسي، أو دور تركيا في أطار الإقليمي، في أطار أستانا، في أطار علاقاتها جيدة اليوم مع دول عربية، دول الخليج؟ لأن خطة التي هي تحت على بساط البحث من جانب الغربي هي واضحة. أنا شخصيا أعتبر أن هذا خرائط إجرامية لرالف بيترز الذي هو رسم حدود الجديدة وبناء الدولة الجديدة في منطقة الشرق الأوسط. هذا هو خطر الأساسي. إذا تركيا مميلة لدعم هذه الخطة الغربية لتغيير الجيوسياسي في المنطقة، هذا شيئا، هذا لا يمكن أن نؤثر على تركيا، لأنها في ضمن أطار الخطة الغربية. إذا هي كدولة إقليمية قوية مع الجيش القوي مستعدة أن يوجد حالا سياسيا تتجاوب بمصالح الدول المنطقة، دول الخليج، دول الشرق الأوسط، دول عربية بشكل عام، يعني شيء آخر. إذا تركيا مستعدة، هذا هو لازم أن يكون موضع النقاش في قطر. مستعدة ليأخذ بعين الاعتبار، وعلى هذا الأساس، على هذا الأرضية تتوصل إلى توجد حل سياسي لمواجهة المخططات القوى الإرهابية. قوى الإرهابية مدمرة ليست لسوريا، مدمرة ليست لتركيا، لأن هناك خطة انقسام تركيا كذلك موجود. طيب دعني أسأل ضيفي. فحسب. نعم، أسأل ضيف رأي ضيفي من تركيا. إذن سيد مصطفى أوزجان، كيف سيكون موقف تركيا؟ ومرة جديدة، ما الهدف من وراء اجتماعات أستانا التي تعقد في الدوحة؟ ما الذي سيناقش؟ والله موقف تركيا واضحة جدا بالنسبة لمواقف إيرانية وروسية، غير واضحان، على أساس هم لا يعرفون ماذا يفعلون إذا طبعا انهزام تلو الانهزام للنظام السوري أو الجيش السوري. أصلا الجيش السوري يتقاتل منذ 13 سنة، ملوا من الحرب وفقدوا عظيمتهم في الحرب. بدلا من ذلك هناك معنويات عالية بالنسبة لجيش الوطني، جيش الوطني. تركيا ماذا تريد من هذا الاجتماع الثلاثي؟ أصلا تصدع جدار الثلاثي منذ سنوات كما
اعترف ذلك حاكم فدان. ولكن في هذه المحطة أو في الدوحة تركيا تطالب طبعا روسيا وإيران إقناع وإرغام ربما بشار الأسد للجلوس إلى الطاولة. نعم، ولكن ما الذي تريد تركيا التي في يعني تصريحات الرئيس التركي نفسه يقول بأنه هذه المرحلة تدار بتروي وبهدوء وبأنه يعني يعني الفصائل مستمرة وتريد أيضا ضم مناطق أخرى؟ يعني هذه التصريحات من الرئيس التركي ماذا تعني؟ والله طبعا هناك خيار ثاني، خيار الحرب آجلا أو آجلا. طبعا المعارضة ستكتسب الحرب، هذا واضح جدا للعيان لكل الناس، ولكن تركيا تريد أن تكون هناك حل سياسي أو انتقال سياسي. إذن شركاء الثلاثة، لكن ألا تجد أن هناك تناقض؟ يعني في الوقت الذي تقول فيه تركيا أن لا علاقة لها بما يحدث، يخرج الرئيس التركي أردوغان ويقول بأنه يأمل أن الفصائل تكمل إلى دمشق. والله اللاعبون الأساسيون هم سوريين الذين يشكلون طبعا المعارضة المسلحة، هم سوريون، ليس تركيا أو ليس الأتراك. تركيا طبعا ربما يعني تتقاسم معهم بعض المشاورات العسكرية وغير العسكرية وتدعمهم إلى حد ما، ولكن الذين يقاتلون في الساحة في الميادين هم سوريون أنفسهم. يعني بعدما طبعا شكلوا المعارضة المسلحة أو جيش السوري الوطني، يعني هم يعني في الأمام، ليس تركيا تقاتل النظام السوري، ولكن هنا هم يعني معارضة ترأست 13 سنة. ماذا كان النظام السوري؟ أين كان؟ طيب، يبدو أن دكتور صادقيان لديه تعليق على كلامك كثيرة. سيد مصطفى أوزجان، إذا كان لديك تعليق دكتور صادقيان، يعني أقرأ في ملامح وجهك بأنه لديك تعليق على كلام ضيفي، وأيضا فيما يتعلق بتصريحات واضحة من وزير الخارجية الإيراني حينما يقول يعني أنه لا توجد رؤية لدى إيران حول مستقبل الأسد. هذه عبارة كبيرة حقيقة. أبدأ بالموقف التركي. موقف التركي كما تفضلت يا أنت أيضا، هناك تناقض في الموقف التركي. كل المؤشرات تقول بأن وراء هذه العمليات تركيا، وهي التي مدتهم بالسلاح والتجهيزات والدعم السياسي والعسكري والأمني، وبالتالي حتى أن هناك كما قال أحمد رحال وهو عضو بارز في الجيش الوطني، الجيش السوري الحر، ويتخذ من اسطنبول مقرا له، قال بشكل واضح كان هناك اجتماع في اسطنبول حضرته كل الفصائل، وهو عندما يقصد الفصائل، فصائل داعش وتحرير الشام وظهر الشام وبطن الشام ورأس الشام، وكل هذه موجودة في تركيا. وبالتالي هؤلاء جلسوا مع مسؤولين أمريكيين وبريطانيين وألمان وفرنسيين، هذا أحمد رحال قاله، وهو عميد في الجيش الوطني الحر الذي هو في داخل هذه المجموعة. وهذا الاجتماع تم قبل 3 أشهر، وهم كانوا ينتظرون التوقيت، وعندما تم وقف إطلاق النار في لبنان تحركوا وحصل ما حصل في سوريا. وبالتالي الآن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أيضا يقول بأنه كما تفضلت أنه يذهب إلى دمشق، يعني هذا الفصائل المسلحة تذهب إلى دمشق. الآن يأتي آخر يقول بأنه لا، تركيا غير معنية ولا تمتلك. طيب، ويأتي أيضا وزير الخارجية الإيراني ويقول إيران ليس لديها رؤية لمستقبل الأسد. هذا صحيح، قاله عباس عراقشي. هو كان يشير أيضا، قال جملة بعدها، قال بأن في العام 2011-2012 كان أيضا يقولون بأن مستقبل الأسد على المحك، لكنه بقى.
هذا هو قاله أيضا. لكن بشكل عام أقول إيران تؤمن بالواقعية السياسية، عباس عراقجي يؤمن بهذه الواقعية. الآن في وضع متطور والتطورات جديدة على الأرض في الميدان في الأراضي السورية. إيران تتعامل مع هذا الواقع الجديد، وبالتالي هي لا تريد فوضى ولا تريد أن تكون للحركات الإرهابية والمصنفة إرهابيا أن تسيطر على سوريا، وهذا من شأنه كما يعتقد الإيرانيون بأنها تؤثر على الأمن الإقليمي وعلى الأمن الوطني أيضا. سريعا سيد فيسلاف، فيما يتعلق بما ذكرته منذ قليل، أنت ذكرت أوكرانيا في معرض حديثك والتغيرات الإقليمية، هل هذا هو الثمن الذي أخذته روسيا أن تحقق مكاسب في هذه الحرب الروسية الأوكرانية مقابل التخلي عن الأسد وسوريا؟ أنا أعتبر أن في أوكرانيا موقف روسي ثابت لحتى اليوم الحمد لله، ونتيجة تطورات على الساحة الأوكرانية لازم أن يكون واحد، انتصار الكامل لقوات روسية على قوات تحالف الغربي برئاسة الولايات المتحدة. نحن نكافح باليد أوكرانيين، ولكن مثل ما هو جولاني في سوريا نفس الشيء زيلينسكي في أوكرانيا، مسلح مدرب ممول بكل إمكانيات يدعمونه 54 دولة غربية. نحن نستدعي معنا نفس التكتيك، نفس استراتيجية ونفس الهدف، لأن تطورات على الساحة الأوكرانية مرتبطة مع الشرق الأوسط مباشرة، هذا إقناعتي أنا مطلق. بالنسبة لمستقبل إسرائيل الذي الآن زرع كل القيادة الأوكرانية مع جوازات سفر إسرائيلية، لا ننسى هذا أبدا. وشيء آخر، هذا التطورات على الساحة السورية تهدد ليست نظام بشار أسد، لازم أن نناقش ليست مصير بشار أسد، أما نناقش مصير الأنظمة العربية في كل المنطقة الشرق الأوسط. خرائط دموية لرالف بيترس نشرت، ومع ذلك لم ينعكس ذلك على تحركات روسيا. أنا مضطرة أن أكتفي معك بهذا القدر، شكرا جزيلا لكم جميعا ضيوفي الكرام، الدبلوماسي الروسي السابق فيسلاف ماتازوف كنت معنا من موسكو، ومدير المركز العربي للدراسات الإيرانية دكتور محمد صالح صادقيان كنت معنا من طهران، وأيضا المحلل السياسي التركي مصطفى أوزجان كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لكم جميعا. مشاهدينا شكر موصول لكم أنتم أيضا على طيب المتابعة، وأعود وألقاكم على رأس الساعة، إلى اللقاء.
الفصائل السورية المسلحة تسيطر على ناحية القريتين شرق حمص وتدخل مفرزة الأمن العسكري بعد الجيش السوري. الطيران الحربي السوري يشن غارات جوية مكثفة على تلبيسة والرستن في ريف حمص الشمالي. جيش سوريا الحرة يسيطر على جبل الغراب الاستراتيجي في البادية ويستولي على أسلحة للميليشيات الإيرانية. مصدر أمني عراقي يؤكد للحدث انسحاب المئات من عناصر الميليشيات الإيرانية والفصائل العراقية من سوريا للقائم الحدودية. بكم. قالت إدارة العمليات العسكرية إن منطقة ناحية القريتين شرق محافظة حمص باتت تحت سيطرتها، وأضافت أن تمكنت من الدخول إلى مفرزة الأمن العسكري بعد انسحاب الجيش السوري منها، وهي أول بلدة سيطر عليها الفصائل السورية المسلحة بريف حمص الشرقي. ولك الحمد، الله أكبر، مخفر القريتين. الله أكبر ولك الحمد، مخفر القريتين. الله أكبر ولك الحمد، الله أكبر ولك الحمد، الحمد لله، مخفر القريتين. الله أكبر. أفاد مراسل الحدث بأن الاشتباكات بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة تدور على مشارف الكلية الحربية في حمص بالتزامن مع غارات جوية عنيفة على الرستن وتلبيسة بريف حمص الشمالي واستهدافات مدفعية مركزة ينفذها الجيش ضد مواقع المجموعات المسلحة على طول المنطقة بريف حمص الشمالي. أفادت مصادر الحدث بوقوع اشتباكات عنيفة جرت الليلة الماضية بين جيش سوريا الحرة وميليشيات موالية لإيران في محيط المنطقة 55 بالتنف. مصادر الحدث ذكرت أن جيش سوريا الحرة يسيطر على مناطق استراتيجية في البادية ويستولي على أسلحة للميليشيات الإيرانية، وبات يسيطر على جبل الغراب الاستراتيجي في البادية والذي يعد نقطة مهمة لميليشيات إيران للعبور بين العراق وسوريا. الله أكبر.
وفي جنوب سوريا أظهرت مقاطع فيديو انسحاب قوات الجيش السوري من قرية مسحرة الواقع في ريف القنيطرة. نتابع. يا زلمة طلع طلع عليكم طلع عليكم عادي. وانت لو صار اسمع لا اسرق عشان اخذ مني. قال الجيش الإسرائيلي أنه نشر قوات إضافية في هضبة الجولان قرب الحدود السورية لتعزيز الدفاع في المنطقة والاستعداد لسيناريوهات مختلفة. من الجولان تنضم إلينا الصحفية هبة مصالحة. هبة أهلا بك. إذن حول هذه القوات التي تنشرها إسرائيل في هضبة الجولان والتفاصيل معك. نعم، يعني الجيش الإسرائيلي قال أنه دفع بفرقة 210 وهي فرقة أصلا يعني تعمل في منطقة هضبة الجولان السوري المحتل، بالإضافة أيضا إلى لواء نخبة من الجيش الإسرائيلي وأيضا لواء جولاني الذي كان يعمل داخل البلدات الجنوبية في لبنان. هو أيضا أكد على التدريبات و الاستعدادات وحالة التأهب على طول الخط الحدودي بين إسرائيل وسوريا، نتحدث عن 75 كيلومترا، مع حالة استنفار أيضا بالحدود الشرقية والمناطق المحاذية لمحافظة درعا، وهنا كذلك في منطقة الجولان السوري المحتل. وهناك أنباء في إسرائيل تتحدث من أن إذا ما كان هناك سيطرة من قبل المعارضة المسلحة السورية على منطقة حمص فستقوم إسرائيل بإنشاء منطقة عازلة في منطقة الجولان السوري المحرر بمحافظة القنيطرة خلفنا تماما. ما نلاحظه هو أيضا نشر للمدفعيات الإسرائيلية على طول الخط الحدودي، بالإضافة إلى أننا نسمع بشكل كثيف أصوات الطائرات الاستطلاع الإسرائيلية التي تراقب ماذا يجري عند الحدود مع سوريا وداخل الأراضي السورية. هناك خشية من وصول المعارضة المسلحة إلى الحدود، وهناك سيناريوهات وضعت من قبل الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى مناقشات مكثفة يجريها رئيس هيئة الأركان ووزير الدفاع. وبحسب التقييمات الأمنية الأخيرة يعني أكد الجيش الإسرائيلي أنه يعني نشر إضافة إلى التعزيزات التي كانت موجودة منذ يومين، اليوم عزز أيضا من التواجد العسكري عند المناطق الحدودية، وهناك جلسة لمجلس الأمن السياسي المصغر ليلة السبت، بالإضافة أيضا إلى استئناف هذه المشاورات التي سيجريها الكابينت الأمني يوم الأحد المقبل. حينما يقول الجيش الإسرائيلي بأنه ينشر هذه القوات، أعود مرة أخرى إلى حيث أنت في الجولان، استعدادا للسيناريوهات المختلفة، ما الذي يناقش أو يقال في الإعلام الإسرائيلي حول هذه السيناريوهات؟ يعني ما يتم الحديث عنه أن إسرائيل أمام مفترق طرق، يعني أمام المعارضة المسلحة والتي توصف بإسرائيل بأنها متطرفة، والخشية في إسرائيل من تسلم أسلحة استراتيجية وسيطرة المعارضة المسلحة على أسلحة استراتيجية تابعة لوزارة الدفاع السورية، ووصول هذه المعارضة إلى الحدود، وهناك سيناريوهات من المتوقع أن يكون هناك عمليات تسلم. إسرائيل يعني تضع جميع السيناريوهات المتوقعة في حال يعني سيطرت هذه المعارضة على المناطق الحدودية. أيضا بالإضافة إلى ذلك أن النظام السوري باعتبار إسرائيل هو جزء من المحور الإيراني، يعني نعم. تتحدث المصادر نعم. الإعلامية بأن إسرائيل تعلم يعني كيف نعم. تتعامل مع هذا النظام على اعتبار أنها يعني قامت بتجربته على مدار سنين
طويلة، ولكن الخشية أيضا من وصول قوات إيرانية، من وصول قوات موالية لإيران إلى المناطق. هناك سيناريوهات عديدة تضعها إسرائيل وهي تراقب بكثف ماذا يجري في سوريا. الصحفية هبة مصالحة كنت معنا من الجولان، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نتابع معكم هذه الصور إذن، وهي مشاهد خاصة للحدث لمدينة الرستن بريف حمص الشمالي أثناء تنفيذ الطيران الحربي. أيضا هناك مشاهد أخرى نتابعها أثناء تنفيذ الطيران الحربي غارات على ريف حمص. إذن مشاهدينا نتابع معكم هذه الفيديوهات خاصة للحدث من مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، وأيضا المشاهد المتعلقة بتنفيذ الطيران الحربي غارات في ريف حمص. إذن مشاهدينا هذه مشاهد خاصة للحدث من مدينة الرستن بريف حمص الشمالي أثناء تنفيذ الطيران الحربي غارات في ريف حمص. قوات سوريا الديمقراطية أعلنت نشر مقاتليها في دير الزور ومناطق غرب الفرات. أكدت قصد أن الهدف من تحركها في السيطرة على دير الزور هو لحماية أمن مناطقها من التمدد التركي وعودة نشاط داعش. أفاد مراسل الحدث كذلك بأن قصد سيطرت على مدينتي البوكمال والميادين قرب الحدود مع العراق وأحكمت سيطرتها على المنفذ الحدودي بعد انسحاب قوات الجيش السوري، كما بدأت بالانتشار في المربعات الأمنية السورية في مدينتي الحسكة والقامشلي. كما أفاد مراسل الحدث بوجود مباحثات بين قصد والحكومة العراقية لإعادة فتح معبر البوكمال. كشفت مصادر أمنية عراقية للحدث عن تواجد المئات من المقاتلين الأجانب التابعين للميليشيات الإيرانية في مدينة القائم الحدودية مع سوريا. بحسب المصادر فإن المقاتلين من جنسيات باكستانية وأفغانية وإيرانيين وانسحبوا مؤخرا من سوريا. إلى ذلك زار رئيس أركان الجيش العراقي منطقة عمليات فرقة المشاه السابعة بمنفذ القائم الحدودي وتفقد الجاهزية العسكرية والوضع الأمني في المنفذ. من الرقة ينضم إلينا مراسل الحدث جمعة كجمعة، أهلا بك. إذن أبدأ معك من التطورات الميدانية في الرقة والمناطق أيضا المحيطة بها. نعم، يعني بخصوص الرقة بعد أحكام السيطرة على 6 قرى في الريف الغربي لمدينة الرقة، تكون الرقة أصبحت بالكامل تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية انتقالا إلى الشرق أي إلى دير الزور. قصد سيطرة يوم أمس على جميع مناطق دير الزور، المدينة، البوكمال، الميادين، إضافة إلى معبر القائم الواقع في مدينة البوكمال. اليوم صباحا وحتى الآن كانت قصد تقوم بعمليات تمشيط لبعض المناطق خاصة في منطقة يوم أمس، اشتباكات مع مجموعة مسلحة أدت إلى مقتل أحد قيادي قصد معروف باسم ريان القرآن وكان سابقا رئيسا لمجلس هجين العسكري، إضافة إلى مقتل شخصين آخرين يعتقد أنهما كانا يعملان مع الفصائل الموالية لإيران في نطاق بعض التصفيات. هناك نوع من الفوضى الأمنية كانت يعني حتى صباح اليوم، يعني ليلة أمس وحتى صباح اليوم في مناطق محددة بدير الزور، عمليات دخول إلى المقرات العامة التي انسحب منها الجيش السوري والميليشيات الإيرانية، بعض من الأعمال الانتقامية، لكن قصد بدأت بعمليات ضبط في هذه البلدات. نعم، كنا قد تحدثنا بأن هناك أيضا نوع من التواصل بين الحكومة، بين قصد والحكومة العراقية بهدف يعني إبقاء معبر القائم عاملا، لكن المعبر حتى الآن مغلق ولم يتم الوصول إلى تفاهم نهائي بين الطرفين لإعادة تشغيل هذا المعبر الحيوي بالنسبة لقصد وأيضا بالنسبة للعراق. هذا يأخذنا إلى المناطق التي ما زالت قصد تتمركز فيها أو استطاعت الدخول إليها أو إعادت السيطرة عليها أو ضمتها لمناطقها. جمعة. نعم، يعني دير الزور القسم الغربي بالكامل تم ضمها إلى مناطق قصد الليلة الماضية، تضم طبعا مركز مدينة دير الزور إضافة إلى البوكمال والميادين.
أيضا بإضافة إلى معبر القائم وأجزاء من الريف الغربي من البادية، حيث تنشط خلايا لداعش. في الرقة تم ضم حوالي ست قرى في الريف الغربي لمدينة الرقة، وهي معدان والسبخة وزور شمر وغانم العلي، إضافة إلى قريتين أخريتين. النظام انسحب بشكل كامل، إذن من الرقة انسحب بشكل كامل من دير الزور. هناك معلومات عن وجود عناصر من ما كان يسمى بالدفاع الوطني وهم من أبناء المنطقة، لكن كانوا موالون للحكومة السورية في مطار دير الزور العسكري، إضافة إلى لواء 137، لكن لا يمكن أن نتأكد من هذه المعلومات حتى يتاح لنا الذهاب إلى دير الزور، وهو أمر لم تسمح به قوات قسد حتى الآن. نبقى في متابعة معك إذن، وشكرا جزيلا على هذه المعلومات والتفاصيل. مراسل الحدث جمعة كاش، كنت معنا من الرقة. أفاد بيان صادر عن القيادة العامة للجيش السوري أن القوات العاملة في درعا والسويداء بدأت بإعادة انتشار وتموضع وإقامة طوق دفاعي وأمني بعد أن هاجم من وصفهم البيان بالعناصر الإرهابية حواجز ونقاط الجيش المتباعدة. أضاف البيان أن الجيش سيواجه ما وصف بالإرهاب بكل حزم وقوة. وفي درعا أعلنت فصائل محلية السيطرة على بعض المواقع شمال غرب درعا. نتابع. الله أكبر والعزة لله. كتيبة جدية، غرفة عمليات بالجنوب، تم تحرير كتيبة جدية بالكامل. الله أكبر العز لله. غرفة عمليات الجنوب. وأمس أعلنت غرفة عمليات الجنوب التي تضم فصائل مسلحة محلية فرض حظر تجوال في درعا حتى استكمال عمليات السيطرة، وذلك بعد أن أطلقت الجمعة عملية سيطرت خلالها على عدد من المدن والبلدات والقرى تزامنا مع انسحاب القوات الحكومية، حيث أحكمت الفصائل المسلحة سيطرتها على مدن أنخل ونوى والحراك وطفص وحواجز ونقاط عسكرية في درعا المدينة ومقر اللواء 52 بريف درعا الشرقي، والذي يعد ثاني أكبر لواء عسكري في الجيش السوري. أعلن مقاتلو غرفة عمليات الجنوب كذلك أنهم تمكنوا من تأمين معبر نصيب جابر الحدودي مع الأردن بعد السيطرة عليه. من عمان ينضم إلينا الصحفي السوري زياد الرئيس. أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي هذه المتابعة المستمرة. سيطرت تلو الأخرى على مدن كبرى وبلدات وقرى من قبل الفصائل السورية المسلحة، سبقها انسحاب تلو الآخر من القوات الحكومية السورية. ما التفسير لاستمرار ذلك؟ نعم، مساء الخير لكم ومساء الخير للسادة المشاهدين. الحقيقة هناك تناقض بين الوقائع وبين تصريحات وزارة الدفاع في دمشق. تقول وزارة الدفاع في دمشق أن هناك عمليات انسحاب تكتيكية وإعادة انتشار، فيما نرى على أرض الواقع أن هناك عناصر عسكرية تشكل حالة فرار وتترك الآليات. هل يوجد في العلم العسكري أحد يعيد انتشار فيترك الدبابات ويترك المدافع ويترك الطائرات؟ يعني هذا واضح تماما أن هناك عمليات فرار. لا نسميها أيضا انشقاق كما يسموها بعض هي ليست انشقاقات، هي عمليات فرار. وعندما تشعر في دمشق، تشعر قيادة الأركان أن هذه القطعة العسكرية قد فر العناصر منها وقاموا بتسليم السلاح أو أخذوا معهم السلاح وأعطوه للفصائل المسلحة في هذه المنطقة، تجبر أن تصدر قرار وتقول أنه إعادة انتشار نتيجة الهجمات. لنتحدث عن الجنوب السوري. حقيقة لم يكن في الجنوب السوري هناك مواجهات عسكرية حقيقية كما تدعي وزارة الدفاع، إنما كان هناك هروب بالعشرات بل بالمئات للعناصر.
غادر، بعضهم قام بتسليم السلاح إلى الفصائل وبعضهم احتفظ بالسلاح لكنه غادر موقعه إلى جهة غير معلومة، إلى دمشق أو إلى مناطق أخرى. نعم. وتركوا الآليات الثقيلة. الآن قبل لحظات تمكنت الفصائل في الجنوب من السيطرة على مقر الفرقة التاسعة، يعني هذه إحدى أهم طيب. المقرات وإحدى أهم الفرق معك هذه النقطة، ولكن دعنا نتابع هذه المشاهد إذن من تير معلا والتي سيطرت عليها القوات والفصائل المسلحة السورية والتي تبعد 6 كيلومترات فقط عن حمص. نتابع معلى هذه البلدة التي آخر ما سيطرت عليه إدارة العمليات العسكرية. إذن مشاهدينا سننقل لكم هذه الجولة الخاصة للحدث من تير معلا والتي سيطرت عليها القوات المسلحة أو الفصائل المسلحة السورية والتي تبعد فقط 6 كيلومترات عن حمص، تأتي ضمن مناطق أخرى دخلتها الفصائل المسلحة، مناطق مدن حتى الكبرى منها، والتي الآن وصلت إلى حد ما سمي ووصف بالمعركة الكبرى التي ستكون في حمص، الفصائل على أبواب حمص. نتابع. نحن هنا الآن في بلدة تير معلا، هذه البلدة التي آخر ما سيطرت عليه إدارة العمليات العسكرية المكونة من تحرير الشام وحلفائها بريف حمص. تتابعون معي هذه المشاهد المباشرة والحصرية عبر شاشتي العربية والحدث، وتتابعون هذه الصور المباشرة في هذه اللحظات. طبعا نحن هنا ندخل كأول وسيلة إعلامية إلى هذا المكان، المسافة الفاصلة بين تير معلا وكذلك مدينة حمص بشكل مباشر هي ما تقارب 6 كيلومترات، أي بمعنى الآن القوات قوات الفصائل تحرير الشام وحلفائها الآن هي على مسافة 6 كيلومترات تقريبا من مركز محافظة حمص. العمليات العسكرية قائمة ومستمرة باتجاه الكليات الحربية، هذه الكلية التي تقع الآن بالقرب من هذا المكان وهي بوابة الدخول إلى ريف إلى حمص، إلى مركز المدينة إلى حمص. تتابعون معي هذه المشاهد المباشرة في هذه البلدة، ما زال سكانها متواجدون فيها ويعيشون فيها كذلك، والطيران الحربي يواصل طلعاته الجوية ويستهدف بلدتي أو مدينتي الرستن وقلبيسة. هذا الطريق الذي ترونه آخر ما يمكن الوصول إليه لأنه مرصود بشكل مباشر باتجاه مدينة حمص. طبعا الآن العملية العسكرية تتجه نحو الفرقة 26 الواقعة بالقرب من بلدة تير معلا، هذه الفرقة التي تعتبر هي دفاع جوي وفق ما أخبرنا من عسكريين في هذه المنطقة. طبعا الآن هنالك مكان هام استراتيجي أيضا وفقا لما قاله عسكريون لنا، هو بلدة المشرفة، هذه البلدة التي تقع كذلك بالقرب من مدينة تلبيسة. طبعا تعتبر هذه المدينة هامة استراتيجية نظرا لكونها تعتبر خزان بشري وهي ترسانة عسكرية للقوات الحكومية، وبالتالي وفقا لعسكريون في حال تمت السيطرة عليها فهذا يعني بأن الطريق إلى مركز محافظة حمص بات سهلا. هذه المشاهد كما قلت ترونها هنا، المشاهد المباشرة عبر شاشتي العربية والحدث. طبعا آخر ما تمت السيطرة عليه هنا في ريف حمص هي بلدة الغنطو، وهذه البلدة الهامة تير معلا الدار الكبيرة، هذه أبرز الأماكن التي تمت السيطرة عليها إضافة إلى تلبيسة وكذلك إلى الرستن، كل هذه المناطق تقع بريف حمص الشمالي وتمت السيطرة عليها بشكل كامل من قبل إدارة العمليات العسكرية المكونة من تحرير الشام وحلفائها. من هنا من تير معلا بريف حمص الشمالي لقناتي العربية والحدث، محمد هارون. عود مرة جديدة لضيفي الصحفي السوري زياد الرئيس. أستاذ زياد، كنت تقول بأن تصريحات الحكومة السورية منفصلة عن الواقع، ما الذي حدث حتى تكون بهذا الانفصال عن الواقع، وكيف نفسر استمرار انسحاب الجيش السوري من كل هذه المناطق حتى لدرجة أن الفصائل المسلحة أحيانا تقول بأنها اتفقت مع الجيش السوري للخروج الآمن بكل سهولة؟ الحقيقة القرار بالنسبة لكثير من القطع العسكرية والفرق العسكرية الآن هو قرار الضابط المتواجد في هذا المقر، وهؤلاء الضباط
يعني يبادرون مباشرة للتواصل مع الفصائل وطلب الحماية والإخلاء، وتكون شروط الفصائل ترك السلاح والانسحاب بشكل آمن إلى المناطق التي يريدها، وبعضهم يقوم بالانضمام فعلا إلى الفصائل المهاجمة. هذا الأمر نتيجة هذا التخبط ونتيجة ما يحصل في العاصمة دمشق. يعني هناك مؤشرات خطيرة حقيقة في دمشق. من الصباح قامت الفرقة الرابعة، قامت ميليشيات موجودة في دمشق بإدخال مدافع الهاون، قاموا بالاختباء في دمشق. حزب الله أيضا لديه عناصر ليس بعدد قليل، يعني موجودين في جنوب دمشق يسيطرون هناك. واضح أن دمشق قد اتخذت قرار، خاصة الفرقة الرابعة، بضرورة المواجهة في دمشق، مدينة تضم 6 ملايين نسمة. طبعا تحدث عن دمشق ومحيطها، تضم 6 ملايين نسمة. واضح أن كان القرار إلى هنا، لذلك كل الفصائل التي هي خارج هذا الأمر حتى حمص قد لا تشهد معارك طاحنة كما يقولون، لأنه لم يعد هناك قوى استراتيجية حقيقية متواجدة. الفرقة 11 وما إلى هنالك قد يشهد حصار خلال ساعة من الآن. مطار دمشق الدولي قد يسقط. اقتربت كثيرا القوات الفصائل السورية الفصائل المسلحة من حمص لكن لم تدخلها حتى اللحظة. ابقى معي سيد زياد، نناقش معك أيضا في نقاط أخرى. ذكر صحيفة نيويورك تايمز أن إيران بدأت في إجلاء قادتها العسكريين وموظفيها من سوريا يوم الجمعة، وذلك نقلا عن مسؤولين أقليميين وإيرانيين من بين الذين تم إجلائهم إلى العراق ولبنان وفق الصحيفة الأمريكية، قادة كبار في فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري. كما تم إجلاء أفراد من الحرس الثوري وبعض موظفي السفارة الإيرانية وعائلاتهم، بالإضافة إلى مدنيين إيرانيين. جزء من عملية الإجلاء يجرى بواسطة الطائرات إلى طهران، بينما يغادر آخرون عبر ما تبقى من طرق برية إلى لبنان والعراق وميناء اللاذقية السوري. حسب ما ذكرت نيويورك تايمز، لفتت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأمريكيين تفاجأوا من التقدم الذي أحرزتها المعارضة السورية المسلحة. الصحيفة نقلت أيضا عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن دمشق قد تتعرض للتهديد قريبا، لكن وكالة مهر للأنباء نقلت عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية نفيه الأنباء أو الأخبار التي ذكرت أن طهران أخلت سفارتها في العاصمة السورية دمشق. وقيادة العقيد باسل إدريس أبو محمد 77. تجمع كتائب ثوار مدينة القصير، متجهين إلى حمص إن شاء الله. إذن مشاهدينا نتابع إذن هذه المشاهد للطيران الجيش السوري على منطقة تلبيسة. إذن نتابع هذه الصور مشاهدينا، هي للطيران السوري على تنفيذ طيران الجيش السوري على مدينة بعض الغارات على مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي. إذن هذه مشاهد خاصة للحدث لتنفيذ طيران الجيش السوري غارات على مدينة تلبيسة بريف حمص.
مصادر أمنية لبنانية أكدت للحدث دوت نت أن حزب الله أرسل في اليومين الماضيين نحو 3000 عنصر إلى محافظتي دمشق وحمص في سوريا. أفادت معلومات الحدث دوت نت بأن الحزب جمع تلك العناصر من جنوب لبنان والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية رغم الخسائر التي تكبدها في الحرب مع إسرائيل. كما أوضحت أن المئات من عناصر الحزب ما زالوا في مواقعهم جنوب نهر الليطاني. يهدف الحزب من خلال خطوته تلك إلى تأمين حماية طريق حمص دمشق وخط الساحل لمنع سيطرة قوات إدارة العمليات العسكرية عليها. هذا وكشفت مصادر الحدث دوت نت أن كوادر عسكرية من الحزب توجهت إلى منطقة القصير التي تبعد نحو 15 كيلومترا عن الحدود اللبنانية وتشكل القاعدة العسكرية الخلفية للحزب، حيث يوجد لديه مستودعات عسكرية ومنصات صواريخ بعيدة المدى. في الأثناء أكد الأمن العام اللبناني إغلاق المعابر الحدودية البرية والإبقاء فقط على معبر المصنع الحدودي مع سوريا مفتوحا للسماح بدخول اللبنانيين والسوريين الحاملين لإقامات اللبنانية. أوضح مصدر أمني لبناني رسمي للحدث نت أن الهدف من هذه الإجراءات من الجانب اللبناني هو حماية البلد نتيجة التطورات الأخيرة في سوريا. وتوقع المتحدث أنه في حال تدهورت الأوضاع في سوريا أكثر وسقطت حمص بأيدي الفصائل المسلحة سيصبح التهديد منصبا على دمشق. قال البيت الأبيض للحدث إن رفض الرئيس السوري بشار الأسد للمشاركة في العملية السياسية واعتماده على روسيا وإيران خلق الظروف الحالية، معتبرا أن انهيار خطوط الجيش في شمال غرب سوريا هو نتيجة عدم تطبيق قرارات مجلس الأمن. البيت الأبيض وإذ شدد على ضرورة خفض التصعيد وحماية المدنيين والأقليات عبر عمليات سياسية جادة وموثوقة يمكن أن تنهي الحرب إلى الأبد، أكد للحدث مواصلة حماية أفراد الجيش الأمريكي في سوريا، موضحا أن الرئيس الحالي جو بايدن كان واضحا حين أشار إلى أن الوجود الأمريكي ضروري لضمان عدم عودة داعش. نراقب عن كثب الأوضاع في سوريا ونحن على تواصل مستمر مع دول المنطقة. وقد أصدر مجلس الأمن القومي تصريحات الأسبوع الماضي إن رفض الأسد للانخراط في مسار سياسي بموجب القرار الأممي 2254 واعتماده على روسيا وإيران الذي خلق الأوضاع التي تتكشف الآن بما في ذلك انهيار خطوطه في شمال شرق سوريا. ومن هنا تحث الولايات المتحدة وشركاؤها وحلفاؤها على خفض التصعيد وحماية المدنيين والأقليات ضمن عملية سياسية جدية وموثوقة يمكنها أن تنهي الحرب الأهلية مرة واحدة وللأبد ضمن تسوية سياسية متوافقة مع القرار الأممي 2254. ونحن سنستمر بحماية القوات الأمريكية. وقد كان الرئيس واضحا دائما بهذا الصدد، وبالتأكيد فإن القوات الأمريكية تبقى أولوية للتأكد من عدم عودة داعش إلى سوريا. إذا مشاهدينا نتابع هذا اللقاء، التقت الحدث مع طبيب من في منطقة تلبيسة يشرح الوضع الطبي في تلك المنطقة. 7/12/2024 المدينة تعرضت للقصف منذ البارحة الساعة 6:00 عصرا، حتى الآن لم يهدأ القصف ولا دقيقة. استهدف المدينة الطيران الحربي والطيران من روح البراميل، واستهدف أيضا القذائف والصواريخ ومدافع الهاون. استقبلنا أكثر من 135 إصابة وحوالي 25 شهيد، معظمهم الأطفال والنساء.
المدينة تعاني من فقر شديد بالكوادر الطبية وبالأدوية والمستلزمات الطبية. يوجد مستشفى وحيد في المنطقة، هذا المستشفى مستهدف بشدة من قبل الطيران، اضطرنا لإخلاء جزء من هذا المشفى بسبب تضرر المشفى بشكل كبير، وأيضا إخلاء الجرحى والإصابات من هذا المشفى، والبعض تم إرساله إلى البيت دون تقديم سوى الرعاية الأولية والإسعافات الأولية فقط. سياسيا، تنطلق في العاصمة القطرية الدوحة اليوم اجتماعات مسار أستانا بمشاركة وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران، وعلى مدار يومين. سبق اجتماعات الدوحة اجتماع ثلاثي جمع كل من العراق وسوريا وإيران. أكد خلاله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه من غير الممكن التنبؤ بمصير الرئيس السوري بشار الأسد بعد التطورات الأخيرة، محذرا من اندلاع حرب أهلية في سوريا ومخاطر تصعيد إقليمي جديد. وفق ما نقل إعلام عراقي عن الوزير، كان غموض سيطرة على قدرة الأطراف على عقد لقاء أستانا على خلفية تصاعد الخلافات الإيرانية التركية حيال آليات التعامل مع العملية العسكرية الواسعة للفصائل السورية المسلحة. وكالة بلومبرغ نقلت عن مصدر مقرب من الرئاسة الروسية قوله إن لا خطة لدى موسكو لإنقاذ حكومة الرئيس السوري بشار الأسد. أضاف بلومبرغ عن المصدر أن موسكو لن تقدم على خطة لإنقاذ الأسد طالما يواصل الجيش السوري الانسحاب من مواقعه في مناطق عدة. كما دعت روسيا رعاياها المتبقين في سوريا لمغادرتها على متن الرحلات التجارية. إذن مشاهدينا، هذه مشاهد من داخل تلبيسة، نتابع إذن مشاهد خاصة للحدث من مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي. إذن مشاهدينا، من موسكو ينضم إلينا المحلل السياسي أندري أنتيكوف، من إسطنبول مستشار الحدث للشؤون التركية طه عودة أغلو، ومن عمان أعيد الترحيب بالصحفي السوري زياد الريس. أهلا بكم جميعا. أذهب أو أبدأ من موسكو في الحقيقة، وهذه التصريحات من قبل روسيا والتي نحاول أن نفهمها، أنه ليس يعني، هل بدأت روسيا بالتخلي عن نظام الأسد حينما يقول مصدر مقرب من الكريملين أنه لا خطة لدى موسكو لإنقاذ الأسد بسبب الانسحابات التي يقوم بها الجيش السوري من بعض المناطق والمدن؟
هل يعني ذلك بأن موقف روسيا الداعم للأسد طوال كل هذه الأعوام قد تغير؟ هذا هو المصدر وليس تصريح الرسمي للمسؤولين الرسمي الروسي، فلذلك لا يمكن أن نعول 100% على مثل هذا عفوا على مثل هذا التصريح، ولكن في نفس الوقت طيب إذا لا يمكن أن نعول على أي تصريحات غير رسمية روسية ولكن غير رسمية، دعنا نعلق إذن على الواقع على الأرض، أين هي روسيا مما يحدث في سوريا؟ الواقع وعلى الأرض نحن نرى الضربات المستمرة للطائرات الروسية والقصف مستمر، ولكن حقيقة الأمر بأن روسيا لا تستطيع أن تستبدل الجيش السوري في مسألة حماية سوريا. روسيا متواجدة على الأرض، روسيا تقصف، روسيا تضرب، ولكن روسيا لا تستطيع أن تقيم الدفاعات البرية بسبب أن في نهاية المطاف ما نشاهده هو أن قد وصلت الطائرات الروسية وفي السابق قد قامت بتغيير موازين القوى، أنا أقصد عام 2015 عام 2016، ولكن حاليا كذلك المسؤولية الرئيسية على كل حال تقع ليس على روسيا بل على سوريا في مسألة مواجهة تقدم للمجموعات الإرهابية. روسيا يمكن أن تساعد، روسيا لا تتخلى عن حليفها سوريا، ولكن مجددا نشير بأن روسيا لا تستطيع ولن تستبدل القوات السورية على الأرض، ولكن استطاعت على مدار 14 عاما أن تكون داعما وحليفا قويا لبشار الأسد. ما الذي تغير؟ عودي لك في هذه النقطة، ولكن أذهب لضيفي من إسطنبول مستشار الحدث للشؤون التركية طه عودة أغلو فيما يتعلق بالموقف التركي والقراءة الواقعية له. هل هناك تناقض في الموقف والتصريحات التركية حينما تقول تركيا بأنها لا علاقة لها بما يحدث، ثم يعود الرئيس التركي بنفسه ويقول أنه يأمل أن تصل الفصائل إلى دمشق؟ تحياتي لك في البداية ضحى وضيفك الكرام والسادة المشاهدين. يعني تابعنا خلال الأيام الأخيرة الماضية كان هناك تصريحات متدرجة من الجانب التركي. في الأيام الأولى كانت هي متابعة للأطراف واللاعبين الأساسيين على الأرض، أقصد هنا إيران وروسيا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية الغائب الحاضر في الملف السوري. لكن تقريبا قبل يومين لاحظنا هناك تصريحات عالية السقف من قبل رئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما يتحدث بشكل واضح بأن ما يحدث أو ما تقوم به الفصائل المسلحة. دعني فقط أنوه لهذه الأخبار العاجلة إذا سمحت لي سيد طه فيما يتعلق بالتطورات المتعلقة بسوريا وسيطرة الفصائل السورية على القنيطرة. إذن الفصائل السورية المسلحة تسيطر على القنيطرة، يأتي هذا في ظل تقدمها في عدة مدن ومناطق وقرى ووصولها حتى حمص. إذن نتابع مشاهدين هذه التطورات فيما يتعلق بهذا التطور الأخير والفصائل السورية المسلحة تعلن السيطرة على القنيطرة. أعتذر لك على المقاطعة سيد طه، ولكن نبقى في هذا الإطار في إطار التحركات التركية والتوجهات والأهداف التركية مما يحدث والتناقض في المواقف والتصريحات. يعني كما أشرت لك الموقف التركي كان واضحا، نعم يعني هي تحدثت في البداية أنها ليست منخرطة، لكن كل المؤشرات والتقديرات تؤكد بأنها هي التي تدير دفة المعركة إن صح التعبير. تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان لافتا للغاية بالأمس عندما تحدث وقال، يعني كان تصريحه ذو بعدين، البعد الأول بأن الفصائل سوف تستمر من حماة إلى حمص ومن ثم إلى دمشق، وتحدث بأنه كان يريد اللقاء بالأسد لكنه دائما هو يعني أغلق الأبواب، وبين قوسين كان يشير إلى أن هناك عرقلة إيرانية لهذا الحدث. بالإضافة إلى ذلك تركيا إلى حتى هذه اللحظة كان هناك تصريح أيضا من قبل وزير الخارجية التركي حكان فيدان مع لقائه مع أو اتصاله مع بلينكين، تحدث بأن تركيا هي تريد الحل السياسي. يعني تركيا ما يهم في سوريا حاليا هو أن تكون هناك استقرار. سوريا مهمة جدا بالنسبة لي الدولة التركية، ولكن أي نوع من الاستقرار تريد تركيا؟ أعود لك في هذه النقطة، ولكن نستمع لبيان الفصائل المسلحة الذي تعلن فيه السيطرة على القنيطرة. بسم الله الرحمن الرحيم.
تعلن إدارة العمليات العسكرية عن تحرير محافظة القنيطرة بالكامل ومدينة البعث. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! للتعليق على هذا المشهد أذهب للصحفي السوري زياد الرئيس. أستاذ زياد، فيما يتعلق بهذا التطور الأخير وسيطرة الفصائل المعارضة على القنيطرة، هل يمكن القول بأن الجنوب السوري بأكمله في يد الفصائل المسلحة السورية؟ نعم، وأيضا يضاف له أجزاء من محافظة ريف دمشق. يعني نحن نتوقع خلال ساعات أن يسقط مطار دمشق الدولي. لا ننسى أن فصائل السويداء الآن باتت تفصلها مسافة قصيرة جدا عن مطار دمشق الدولي. أيضا قد يسقط مطار أضمير العسكري، هو آخر تقريبا آخر ثلاث مطارات عسكرية بقيت تحت سيطرة النظام بعد. نعم، ولكن السيطرة على دمشق، السيطرة على مطار دمشق إذا ما حدثت تعني السيطرة وسقوط دمشق. ليس بالضرورة أنها ستسقط دمشق، لأن مطار دمشق الدولي هو بعيد جدا عن العاصمة. يعني هناك 33 كيلومتر باتجاه الجنوب، وبالتالي هو في آخر الحدود تقريبا الإدارية لمحافظة ريف دمشق والملاصقة لمحافظة السويداء. ولا ننسى أن الحاضنة التي تحيط في المطار من الجهة الشرقية ومن الجهة الشمالية هي ليست حاضنة تصلح لفصائل النظام أو لميليشيات النظام لحماية المطار. ويبدو التقدم سريع جدا الآن، خاصة أن الفصائل وصلت الآن إلى محيط الكسوة، ونحن نتحدث هنا عن ريف دمشق، نتحدث عن مسافة تبعد عن دمشق أقل من 30 أو إلى 35 كيلومتر. نعم. الوضع في الجنوب بات الآن واضح تماما، عملية انسحاب بشكل كامل. في مقابل ذلك أيضا الجيش السوري ينسحب من تدمر بشكل كامل. إذن أمام سيطرة الفصائل على مزيد من المناطق هناك انسحاب من الجيش، واللافت هنا أنه انسحب الجيش من تدمر دون دخول الفصائل المسلحة، لماذا انسحب؟ يعني هذه عملية إخلاء تماما كما قلنا سابقا. يعني هي حقيقة منذ الصباح أخلى مدينة تدمر، ووصول الفصائل إلى تلة أو جبل الغراب الجنوب تدمر، هذا الموقع الاستراتيجي الذي كان يتخذ منه الإيرانيون نقطة استراتيجية مهمة. هذا الموقع عندما انسحب منه النظام والإيرانيون الصبح وسيطرت عليه فصائل جيش سوريا الحرة، هذا يعني سقوط تدمر بشكل كامل، والانسحاب كان أمام الجميع. يعني خلاص انتهت القصص هناك. أيضا دخول الفصائل إلى القريتين، بلدة القريتين، هذا يعني سقوط الام 5 الاستراد الدولي الذي يربط دمشق بحمص، باتوا على بعد 5 الى 10 كيلومترات فقط، قد يصلوا الى القلمون الشرقي. الوصول الى القلمون الشرقي يعني عزل حمص عن دمشق كاملا، وبالتالي لذلك كنت اقول اننا قد لا نشهد معارك حقيقة في حمص، قد تتجاوز الفصائل دخول مدينة حمص. هي مدينة حمص الان بقيت هي فقط مع 4 محافظات اخرى، هي فقط التي يعتبر مركز مدنها مع النظام. قد يخسر هذه المحافظة، يبقى لديه اللاذقية وطرطوس ودمشق وريف دمشق جزئيا. أذهب إلى موسكو مرة جديدة فيما يتعلق سيد أندري أنتوكوف بهذا الانسحاب الجديد من منطقة من تادمور، وفي ظل التصريحات الروسية وإن كانت غير رسمية والتي تقول بأنه لا خطة لدى موسكو لإنقاذ الأسد طالما استراتيجية انسحاب الجيش مستمرة، هل يعني ذلك بأنه رفعت يدها روسيا عن الأسد تماما؟ لا، ليس هكذا، بل نحن نتابع الأحداث على ساحة القتال. ولو تخلت روسيا عن دعم الرئيس السوري والسلطات السورية لما كان هناك ضربات جوية الروسية للمجموعات المتطرفة والإرهابية، ولكن تلك الضربات مستمرة وبشكل عنيف جدا، يعني بخصوص انسحاب القوات السورية من الأماكن المختلفة. على ما يبدو هناك محاولات لتركيز أكثر مما يمكن أن يتم تركيزه من القوات السورية في مكان واحد، بسبب أن على ما يبدو يعني هناك اهتمام متزايد تجاه مدينة حمص ومعركة الحمص القادمة. فلذلك على كل حال أنا ذكرت سابقا بأن هناك حاجة حاليا لبناء الخطوط الدفاعية البرية قبل كل شيء بالنسبة للجيش السوري. روسيا من جانبها ستساعد القوات السورية في مواجهة كل التحديات. كيف ومتى التقدم كيف ومتى سيد أندري أنتوكوف ستساعد روسيا الأسد؟ كيف وبضربات الجوية، بالمعلومات الاستخباراتية الاستطلاعية الإحداثيات وإلى ما هنالك. ولكن مجددا أشير إلى نقطة مهمة، لا تستطيع
أي قوات الجوية سواء كانت الروسية أو الأمريكية أو غيرها من القوات أن تقوم أو تنفذ المهام دون وجود القوات البرية. فهناك المسؤولية البارزة تقع حاليا على القيادة العسكرية السورية لإعادة ترتيب الأمور مع القوات البرية وبناء خطوط الدفاعية. دون ذلك طبعا كل المساعدات سواء كانت روسيا أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها من الدول الكبرى لا توجد معنى لها، بسبب أن دون القوات البرية لا يمكن تصدي لأي تقدم لأي هجوم ولا أي شيء. يعني البعض يقول أن كل هذه تفاصيل، لكن الحقيقة هي أن روسيا أخذت مقابل التخلي عن الأسد. أنا لا أرى أي تخلي عن الأسد، يعني هناك كثير من المعلومات شائعات متداولة حول ذلك. الحرب الإعلامية لا تزال مستمرة في هذا السياق. أنا أعتقد أن يجب أن ننظر إلى الواقع وإلى ما يحصل على ساحة القتال. ومجددا أشير بأن لو تخلت روسيا عن الأسد لما كانت هناك ضربات جوية، لا قامت روسيا بانسحاب كل ما يوجد في سوريا وإلى ما هنالك. ولكن حتى الآن روسيا لم تقم بمثل هذه الخطوة. أشير فقط إلى هذا التطور الجديد والأخبار العاجلة والفصائل المسلحة تعلن السيطرة على مدينة الصنامي شمال درعا، وتقول أنها أصبحت على بعد كيلومترات قليلة من العاصمة السورية دمشق. إذن مشاهدينا نتابع معكم هذه التطورات المتلاحقة والسيطرة المتلاحقة للفصائل المسلحة على مناطق عدة آخرها مدينة الصنمين شمال درعا، وتقول أنها بذلك أصبحت على بعد كيلومترات قليلة للغاية من العاصمة السورية دمشق. سيطها فيما إذا كان لديك تعليق على هذا التطور، التطورات المتسارعة، وفي أستانا اجتماعات أستانا التي تعقد في الدوحة، على ماذا سيتفق الروس والأتراك؟ يعني أنا أتصور أعتقد الأتراك والروس اتفقوا قبل الذهاب إلى أستانا. يعني نختلف مع ضيفك من موسكو، أعتقد اليوم موسكو هي أكثر ميلا لترتيب مصالحها على الساحة السورية بعيدا عن بقاء الأسد. يعني هناك نختلف، روسيا عندما كانت تدافع عن الأسد في 2015 والآن، والتصريحات الروسية واضحة جدا إلى حتى هذه اللحظة من مبكر جدا الحديث عن التخلي عن الأسد، لكن كل المؤشرات تشير إلى ذلك. اجتماع أستانا اليوم وغدا أنا بتصور أعتقد لن يقدم أي جديد، خاصة بأن الإيراني إلى حتى هذه اللحظة ما زال هو مصر على أن الحل في سوريا هو حل عسكري وبقاء الأسد. لكن الجانب التركي أوضح قبل الذهاب إلى أستانا خلال مؤتمر الصحفي الذي عقد هنا في إسطنبول ما بين حكام فدان والوزير الإيراني، بأن هناك ضرورة إجراء تغييرات لأن الواقع اختلف، حتى أستانا اختلفت. أتحدث عن سابقا كانت هناك أربع مناطق، إدلب، خف التصعيد. حاليا المعارضة أو الفصائل المسلحة تسيطر على جزء كبير حاليا من الأرض السورية، ولم يتبقى إلا قليل من المناطق هي تابعة للنظام في سوريا. لذا أنا أتصور أعتقد اجتماع أستانا ممكن أن نرى أو نتابع بأنه سوف يبحث عن مستقبل سوريا، والجميع سوف يبحث بعيدا عن بقاء الأسد ولكن عن المصالح الاستراتيجية لكلا البلدين، أقصد روسيا وإيران. نعم. في دقيقة أستاذ زياد وتعليقك على هذا التطور الأخير فيما يتعلق بكل هذه السيطرة المتلاحقة على مدن عدة في سوريا من قبل الفصائل بكل تأكيد. يعني كما قلت لك واضح القراءة منذ الصباح، هناك انسحابات كاملة باتجاه دمشق والتعزيز الحضور العسكري في دمشق فقط. كنت أتحدث عن الصنمين وعن الفرقة التاسعة التي فعلا عندما كنت على الهواء مباشرة بلحظة ظهوري وصلنا الخبر أنه تم السيطرة على مقر الفرقة التاسعة، وبالتالي أصبحت الصنمين التي تبعد فقط 55 إلى 56 كيلومتر عن دمشق بيد الفصائل. أنا أؤكد لك أنهم قد تجاوزوا، لدينا معلومات أنهم وصلوا إلى أطراف الكسوة، نتحدث عن من 30 إلى 35 كيلومتر يبعدون فقط. قد يسقط مدار دمشق الدولي وقد يسقط مطار دمير العسكري خلال الساعات نتحدث بها. قد يقطع الاستراد الدولي M5 بين دمشق وحمص وتعزل حمص عن دمشق. يعني هو محور هذا شيء أم مؤكد، يمكن التحركات كلها تشير إلى ذلك، من درعا وليس من حمص.
المنطقة التي قد يدخل منها الفصائل بشكل سريع وغير متوقع إلى أطراف دمشق هي بادية الحماد الشامي، ريف دوما، حيث يتمكنوا من الدخول إلى العتيبة ومطار دمشق الدولي وغوطة دمشق الشرقية. باتت الآن هم يعني باتوا على تماس مباشر معها. شكرا جزيلا لكم جميعا، الصحفي السوري زياد الرئيس كنت معنا من عمان، وأيضا أندري أنتيكوف المحلل السياسي كنت معنا من موسكو، ومن إسطنبول مستشار الحدث للشؤون التركية طه عودة أغلو. شكرا جزيلا لكم جميعا، الشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدينا، إلى اللقاء.